أطلقنا مشروع إعادة تأهيل وترميم شبكة المياه. تم تنفيذ بعض الأعمال في مجال المياه مثل استبدال غاطسة بئر صيدا رقم 2 وبئر المساكن تنزيل غاطسة 30 حصان، وإن شاء الله قريبا في عندنا تنزيل بئر البرم رقم 2 ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه لتأمين مياه الشرب لأهالي البلدة وضيوف الكرام في بلدة صيدا. الهدف من المشروع طبعا تخفيف المعاناة على أهالي البلدة من مياه الشرب وتوفير مياه الشرب لكافة أهالي البلدة والضيوف المتواجدين فيها. نشكر المجلس المحلي نحن والضيوف على الإصلاحات التي قام بها في إصلاح شبكة المياه والكهرباء في بلدة صيدا. كنا نعاني كثير من نقص المياه بسبب أعطال الشبكة والهدر الموجود بالشبكة، وشكراً.